هذا الاجتماع المفروض كان يكون يعني منذ وقت أبعد من الآن أن يكون في أربيل، باعتبار أن هناك اليوم عديد من المشاكل يجب أن تحال اليوم، خصوصا إذا ما تحدثنا عن قضية الرواتب وتضرر موظفي إقليم كردستان من هذا الموضوع. اليوم قضية الرواتب يجب أن تحال بعيدا عن إرسال الوفود، بعيدا عن كل المشاكل، بعيدا عن إدخال الضغوطات السياسية. لا زالت المشاكل عالقة بين بغداد والإقليم، إقليم كردستان. إقليم كردستان بعض تعاملاته بحسب الدقة للجهات الاقتصادية أو وزارة المالية أنه ما ثبت كل الأسماء أو ما أنطى كل المعلومات ولا وضع جداول أسماء في مصارف العراقية. هذه الأعداد الغير معروفة ما ممكن تعطيها راتب برقم معين. جهد الحكومة الاتحادية دائما منصب أنه تأمين كل متطلبات حكومة الإقليم من حيث الرواتب، من حيث الموازنة، وكل حسب يعني نسبة السكان في المحافظات. ولكن بالمقابل ردود الفعل من قبل حكومة الإقليم أعتقد لا ترقى إلى المستوى اللي أنه يجعل أنه الحكومة الاتحادية تكون واضحة مع حكومة الإقليم. حياكم الله. رواتب توطين، قوائم موظفين، نفط وإيرادات، منافذ، وكلها مفردات أشعلت الخلافات بين أربيل وبغداد. سنوات من اللا اتفاق وعودة بالحوارات والتفاهمات إلى الوراء، وفود في المركز ووفود في الإقليم، لغة الأموال لا تضمتها الموازنات، وفي كل الأحوال لا توزيع عادل للثروات، والمستفيد لا يهمه المواطن كيف يبات. فهل ستوضع الأزمات على الطاولة ويطوي المجلس الوزاري للاقتصاد صفحة ما فات؟ أم أن الوضع يتطلب قرارات أعمق وسلطة أقوى، حتى إذا كان الوفد يتضمن عدة وزارات وهيئات؟ أما قانون الأحوال تأييد في الشارع ورفض من الخارج، وما بين الاثنين باحث عن ترسيخ العقيدة وأجندات جديدة، اعتراضات خرجت من البثوث المباشرة وانتقلت لاستديوهات البرامج الساخرة. دافع واحد بثلاثة رؤوس فارغة لا تؤمن بالدين ولا تسير بالشرع ولا يملأ أفكارها غير الانحراف. فهل نسأل عن استقامة الظل والعود عود؟ ملفنا الأول راح يكون عن الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كردستان الجارية في أربيل. راح يكون ويانا الخبير الاقتصادي الأستاذ مصطفى حنتوش. حياك الله. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بعضو اللجنة المالية النيابية السابقة الست نجيبة نجيب. حياك الله ست نجيبة. تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الكرام ولضيفك الكريم. أهلا وسهلا بك. أبدأ معك أستاذ مصطفى. يعني صارنا أكثر من عقد بين خلافات ومشاكل مالية بين إقليم كردستان وبين بغداد، اجتماعات ولقاءات تفضي إلى الإعلام وتصدر للإعلام على أنها اتفاقات وحوارات ناجحة، بعد ذلك كل شيء ينهار. هالمرة الموضوع شلون راح يصير؟ شو إعلامي لو بالفعل أكو تحركات لإنهاء هذه الأزمة؟ نعم، بدأت راح تشوف نلاحظ بضيفكم الكريمة ومشاهدي قناتكم الأعزاء. حياك الله. واقعاً أنه أنا أعتقد أنه قد يكون الحراك الحالي يأتي بنتائج. طبعا سيد فرح قد تكون واضحة الأمور، إحنا ما عندنا حل مع موضوع كردستان غير الحوار. ليش؟ لأن كردستان هو إقليم دستوري، هذا واحد. نعم. ف
ثانيا غير ملتزم في جميع الجوانب المالية اللي أقرها عليه الدستور. تعرفين حضرتك الدستور هو يعني فضفاض في الجنبة المالية بالذات. نعم. احنا بالجنبة المالية قانون واضح وحقيقة يعني تعليمات صادرة عليه وممكن تحريفه. فتأتين على دستور يفسر قوانين مالية هذا من الصعب. احنا بحاجة إلى أن احنا نسوي وياهم قوانين، نسوي وياهم تعليمات، نسوي وياهم في الترتيب بروتوكولات خاصة واضح. هذا اللي ما صار بالعشرين سنة الماضية. يعني موضوع النفط والغاز، طبعا النفط والغاز دستوريا الشعب العراقي هو المالكة، فما يصير انت تجيب استثمارات وغيره. هم لا، جايبين استثمارات، وهي الاستثمارات خارج اوبك. ويوم عندنا مشكلة، احنا الزيارة الأخيرة لأوبك طلبوا تقليل الحصة، وقالوا نفط كردستان جزء من عنده تهريب، والعراق يجب ان يلتزم بالحصة. كم كردستاني هرب؟ هسه الكلام انا اعتقد اكو يقولون 400 600، ماكو ارقام يعني، اكو يقولون 800، ماكو ارقام حقيقة دقيقة. لكن الان تخفيض 200,000، طبعا التخفيض الاخير 200,000 جزء من عنده لاسباب تتعلق بالاسعار، وانا اعتقد جزء من عنده قد يكون بموضوع نفط كردستان. فاحنا لازم نجد مع كردستان اليه صحيحه. انا مع الحوار، يعني يوم المجلس الاقتصادي مثلا من يروح يحاول، انا اعتقد هذه الخطوات صحيحه، وانا مع استمراريه الحوار. يعني اليوم مثلا كردستان تريد رواتب، شكوا بها على عيننا وراسنا. هذا المنطق احنا مع انه مثل ما ياخذ ابن البصره ومن بغداد ابن كردستان ياخذ حقه، جيد، هاي النقطه. لكن بشنو؟ بشروط. شنو هي الشروط؟ اول شيء كردستان مما يترسل استاذ مصطفى، ما يجيب قوائم حقيقيه. يابا انت جيب لي قوائمك، جيب لي اعداد موظفينك، وطبعا عندنا اعداد موظفين، جاب لي مليونين، مليون ونص، خب امشيها. انا عندي نسبه وتناسب، اشوف المركز. قاعه البيانات مال الانتخابات ما كانت كافيه لمعرفه لا قاعه البيانات مال الانتخابات هي الاشخاص اللي فوق 18 سنه. أي. احنا نريد الاشخاص اللي يعملون بالدوله، يقدمون خدمه للدوله، نعطيهم رواتب، الدوله تعطيهم رواتب. جاي. فقاعه البيانات يجب ان تكون دقيقه واضحه. اثنين، تطبيق قرار المحكمه الاتحاديه البات والملزم، توطين الرواتب مو بس بمصرف واحد، بالمصارف العراقيه كامله. ثلاثه، احنا لازم نصل معهم لاتفاق نفطي واضح بين الشركات وموضوع الخاص بالتصدير وجيهان. اربعه، فاتحين منافذ غير رسميه، 21 منفذ غير رسمي. زين. هاي المنافذ ما تخلينا نشتغل، قطاع خاص ما يقدر يشتغل عندنا. لان شتج تنتج هنا ويجيك من هناك، وحقيقه بعضها يسوي على التغليف. طبب البضاعه يغلفها عراق ويدز لي اياها. فهم يكونوا يتعاملون ويا المركز. اذا هاي اربع نقاط هي واضحه، هي قاعه البيان، توطين الرواتب، واتفاق نفطي، والمنافذ الحدوديه. يمشيون امورنا بهاي الامور شوي، والحكومه تدفع لهم رواتب. زين الست نجيبه، سمعتي ما تفضل به ضيف الكريم، اربع نقاط هي هاي الخلافيه والتي لم يلتزم بها اقليم كردستان: قاعده بيانات، توطين رواتب، اتفاق نفطي واضح، والمنافذ الحدوديه. شنو راي حضرتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك ولمشاهدي قناتكم الكرام. حياك الله. طبعا عدم التزام هذا المصطلح او العباره التي يقول عدم التزام اقليم كردستان، هذه عباره مضى عليها الزمن واصبحت من الماضي، لان عام 2023 شهر شباط بعد صدور قرار التحكيم محكمه فرنسا، وفي نفس الوقت محكمه الاتحاديه التي صدرت قرار بخصوص نفط كردستان، بالاضافه الى موازنه عام 2023/24/25 التي حددت التزامات اقليم كردستان، بالاضافه الى الاتفاقات التي جرت بين الحكومتين على مستوى رئيس وزراء. وهذه طبعا اصبحت مساله عدم التزام اقليم من الماضي، يعني مضى عليها الوقت واصبحت هذه العباره لا تنسجم مع الوقت الحالي. هذا الوفد الوزاري رفيع المستوى الذي يسمى بمجلس الاقتصاد، والاقتصاد طبعا المال هو جزء من الاقتصاد، لكن موضوع الاقتصاد اشمل واوسع. فطبعا تضمن الوفد طبعا نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصاديه دكتور فؤاد حسين، وزيره الماليه، وزير التخطيط، وزير العمل والشؤون الاجتماعيه، وكيل وزير النفط، بالاضافه الى مسؤول هيئه الجمارك، البنك المركزي، محافظ البنك المركزي، وديوان الرقابه الماليه. بالحقيقه يعني كان من الضروري ان يكون هناك هذه الزيارات قبل، يعني حتى يصلون الى اتفاقات تكون يعني عمليه. نقطه جدا مهمه نود ان نوصلها للجمهور، وهو انه الان موضوع توحيد الايرادات
وتوحيد طبعا توحيد الإيرادات أو النظام المالي اتفق عليها الحكومتان، اتفق عليه الحكومتين حول توحيد السياسة المالية من ضرائب، سواء كان ضرائب عقار أو دخل، إضافة إلى الجمارك، إضافة إلى إيرادات نفطية غير النفطية، بالإضافة إلى النفط. موضوع النفط يعني خلينا نكون صريحين، يعني بعد قرار محكمة باريس وكذلك محكمة الاتحادية، طبعا هناك عامل دولي وهو تركيا في عدم تصدير نفط كردستان، لكن اتفاق بين الحكومتين بموجب قانون الموازنة أنه يتم تسليم كميات المنتجة من حقول أقليم كردستان إلى شركة سومو للتناول الداخلي أو للاستفادة الداخلي للسلاك الداخلي، أي أن كل كمية أو كل تر يتم إنتاجه من حقول أقليم كردستان بعلم وموافقة والحكومة الاتحادية. هذا من جانب. من جانب آخر موضوع طبعا موضوع الرواتب، هناك طبعا حتى في الحكومة العراقية طبعا الذين يعتمدون في دخلهم الشهري على الرواتب الحكومة يعني ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول هم موظفين الفعليين الذين يداومون، و يعني نستطيع ان نقول العامل الفعلي يعني يحصل على تعويضات الموظفين. الثاني هم المتقاعدين، المتقاعدين العسكريين والمدنيين طبعا، والفئه الاخرى الرعايه الاجتماعيه، والفئه الاخرى هم يعني العقود، النازحين، هم هذول. طيب ست نجيبه، يعني ممكن تحدثيني عن ابرز مخرجات اللقاءات على الدوله في اقليم كردستان؟ خلينا نكون صريحين، يعني القوانين التي كانت مطبقة على هذه الشرائح طوال السنوات الماضية مختلفة عن قوانين التي الآن تنفذ في الحكومة الاتحادية. على سبيل المثال وليس الحصر، قانون التقاعد، قانون التقاعد طبعا صحيح هناك قرار صادر من محكمة الاتحادية بتوحيد الرواتب المتقاعدين، طبعا هناك قانون صدر في الحكومة الاتحادية 2014 وكذلك 2019، لكن في أقليم كردستان لا يزال القوانين هي قبل 2000، فلذلك الاختلاف في ست مخرجات اليوم الاول. نعم حتى استثمر ويا حضرتك الوقت. الحكومه الاتحاديه 2023. طيب. لكن في اقليم كردستان لا يزال قديم. ست نجيبه، يعني الموضوع الذي اتت بها هذه اللجنه وهذا الوفد هي لوضع ميكانيزم لاليه، هذه الاليه. طيب. كيفيه توحيد الايرادات وفي نفس الوقت زين، هذه كلها راح نتحدث بها ست نجيبه، لكن اكد عليها ان لا فرز يصرف من وزاره الماليه في الحكومه الاتحاديه بدون تقرير ديوان الرقابه الماليه الاتحادي، يعني اكو موازين مراجعه كل 3 أشهر. بالاضافه الى ذلك هناك لجان خاصه شكلت لمراجعه قوائم الموظفين، طبعا هذه ليس كلامي، يعني كلام ديوان رقابة المالية الاتحادي وكذلك ديوان رقابة المالية أقليم كردستان. لكن نقطة يجب أن أيضا أن يعني يوضح، هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى اتخاذ قرار. على سبيل المثال 6000 موظف تربوي هم يعملون أو يدرسون مدارس كردية في كركوك، وهم معينون على ميزانية حكومة أقليم كردستان، في حين كركوك ميزانيتها من الحكومة الاتحادية. ست نجيبة راح أرجع لك على هذه النقاط، بس حتى لا نقطع الفكرة اسمحي لي أنتقل لأستاذ مصطفى. أستاذ مصطفى، إذا الأمور طيبة، أقليم كردستان ملتزم منذ عام 2023 بده يسلم المنافذ، وإن شاء الله هذا الاتفاق راح يكون مثمر، هل أنت متفائل بالفعل؟ نعم متفائل، لأن أنا أعتقد أنه حكومة كردستان في الوضع الحالي أصبحت لديها قناعة، طبعا هاي القناعة مالية مو يعني مو باتجاهات أخرى، إنه وجودها مع المركز هو الحالة الأكثر أمنا. يعني موضوع إن تعتمد على إيراداتها بشكل مباشر وهي إقليم دستوري، هذا أصلا للإقليم مو صحيح. أنت تعال مع المركز، المركز غني، تعال سلم إيراداتك، قدم خدماتك، احمي حدودك. احنا قلت لحضرتك يعني اكو محافظات ما تمتلك شيء، لو اكو محافظات هي أغنى مثل البصرة، لكن ما حد يقدر يقول لي أنطل هذا وما أنطل هذا، لأن العراق هو بالنتيجة موحد، كردستان جزء من العراق. بس المشكلة النقاط الأربعة اللي حضرتك أنت ذكرتها ما حلها أقليم كردستان كما تفضل، يعني هو أكو نقاش بهن قد تحل، لكن هي صار 20 سنة هاي المشاكل. متفائلين بالحل؟ نعم متفائلين. شنو السبب؟
اولا اقليم كردستان ما عندها غير حل، لان اليوم نتحدث عن ملايين الموظفين يعني يحتاجون رواتب ومتقاعدين. زين هذول من يجيب لهم رواتب؟ مو ملايين، بس تصحيح للمعلومه، مو ملايين، 682 الف موظف. بس القوائم اللي جت 250 الف متقاعد. القوائم اللي جت على متوصل اكثر من مليون وربع حسب معلوماتي. لا اخي لا، مع يعني المتقاعدين مع اسمحي لي ست نجيبه، حتى بالمؤسسه 682 الف موظف فعلي و250 الف متقاعد، وبالاضافه الى يعني نعم شو اسمه على الاجتماعيه. انا ما قصدها المجموعه، قصدها بس موظفين ليست بهذا الحجم، نقول ملايين يعني الكل يعني الكل يكثر. تعويضات موظفين في موازنه الحكومه الاتحاديه قد فاقت 67 تريليون، جنابكم تعرفون يعني حقيقه. لكن اقليم كردستان خلال 10 سنوات بعد قطع الحصه لم يتم إضافة لا تعيينات ولا حتى ترقية ولا علاوة، فالأرقام هي قبل 10 سنوات. إذن 682 ألف ست نجيبة، شنو رأي حضرتك؟ لا انتهت علي الأرقام بصراحة. لا أنا أعتقد أكثر من مليون المطلوب حاليا، بين يعني موظفين، بين بيشمركة، بين متقاعدين، بين عندهم فئات، فأكثر من مليون. وزيرة المالية مو قالت أكو أسماء وهمية وشخصيات وأسماء مكررة وغيرها؟ هم الآن في مرحلة نقاش، في مرحلة نقاش وتدقيق، أكو لجان مختصة قاعد تدقق الأسماء طابقها مع الواقع. الموضوع هو أكيد ما راح يأخذون يعني بدون تدقيق ورقابة، حالهم حال البقية. الموضوع أنا أعتقد الآن في مرحلة تأهيل. كردستان أنا أعتقد مقتنعة، أصبحت أكو قناعة لدى كردستان أنه تتفاعل مع المركز، لان انا اكرر عندهم ملايين يعتمدون على رواتب المركز، هذا واحد. زين رقم اثنين، المركز ما عنده مشكله مع كردستان، ولا احد حتى من المختصين حتى من عنده مشكله. كردستان هي جزء من العراق وعزيزه علينا، والموظف في كردستان هو اخونا، فمن يستلم راتب احنا ما عندنا اي مشكله. رقم ثلاثه، المشكله تحل مو فقط بالرواتب. لا عاد بشنو؟ يعني احنا مثلا القطاع الخاص العراقي اليوم ده يعاني بسبب موضوع الحدود المفتوحه. طبعا تقولي عندنا احنا مشاكل بالحدود، عندنا، لكن كردستان 90% المشكله ومنها 10%. فاغلاق المنافذ غير الرسميه، الالتزام بالتعرفه الجمركيه، تطبيق السكودا، يعني هسه الكره في ملعب الحكومه الاتحاديه؟ لا في ملعب كردستان، هي من زمان في ملعب كردستان. تعالوا ساعدونا، ضبطوا لنا الحدود، جيبوا لنا قوائم حقيقيه، موضوع النفط خلي يصير رسمي عبر سومو، ماكو اي بس مشكله. هذا ما يقول الاقليم، الاقليم يقول احنا مدينا ايد التعاون للحكومه الاتحاديه والحكومه الاتحاديه ما سمعتنا. لا من الحكومه الاتحاديه بالعكس، انا اعتقد يعني مثلا عام الماضي سيد رئيس وزراء صرف الحكومه الاتحاديه طاهم سلفه تريليونين و100 خارج مخصصاتهم، تم تعويضها في الجداول يعني. هذا الموضوع السيد رئيس وزراء يا ما حقيقه مهتم بالاقليم يتجاوز التخصيصات او ياخذ سلفه ويعطيهم اياه ويغطيها بعدين، على مسؤوليه الرجل. فبالنتيجه بالعكس انا اعتقد الحكومه المركزيه مساعده الاقليم. وليش نلجا لسلف وما سلف؟ ليش ما نلجا مخصصاتهم ما كفت؟ يعني ليش ما نلجا لقانون مثل قانون النفط والغاز ونقفل موضوع الصادرات النفطيه؟ عندك قانون منظم بالدستور. قانون النفط والغاز اذا كان القصد من عنده تنظيم العلاقه داخليا ومنو ينتج والمن وكله عبر سومو هذا يمشي. لكن انا اعتقد انه الاخوان الكرد لديهم نظره وهي ما تمشي هاي، انه قد يعدل قانون النفط والغاز بيوم من الايام ويسمح بالتصدير خارج سومو، وهاي ما تصير لو شو ما يكون. يعني الاكراد يردون يصدر النفط خارج سومو او ينفتح لهم حسابات خاصه بهم ومش هذا ما تصير. تعرفين ليش هذا تصير؟ لان ما ممكن اكو احد يضحي بانه العراق يقع عراق بس واحد. الاقليم جاي هسه يسوي اتفاقات نفطيه ويا تركيا، اي غير رسميه، تهريب تهريب تهريب. هذا مو كلامي، هذا كلام محكمة الاتحادية وكلام محكمة باريس. اي صحيح. فبالنتيجة احنا الاقليم هو اقليم عراقي، استقراره من استقرارنا واستقرارنا من استقراره. هذا الجنبة المالية بالنقاش انا اعتقد تمشي الامور، ماكو اي مشكلة، لكن يكون مصلحة العراق كامل من نظرية. ست نجيبة، خلي يتوقف تهريب النفط وتنظمون القوائم الموظفين والسيطرون على المنافذ الحدودية، ولا موقف الإقليم راح يكون جيد والأمور كلها تمشي بشكل طبيعي؟ لأنه الإقليم جزء من العراق، بالتالي لا راتب يتأخر والموظف في بغداد حال حال الموظف في إقليم كردستان. ليش هذا اللي ما يصير ست نجيبة؟ طبعا يعني أيضا أقول أنه هذه المشاكل التي ذكرت الآن فعلا أصبحت من الماضي. ليش؟ لأن زيارات رئيس حكومة أقليم كردستان السيد مسرور بارزاني والسيد نجيرفان بارزاني إلى بغداد ولقاء
مع المعنيين أو صناع القرار في بغداد، وبعد يعني أكرر بعد هذه القرارات صدرت والموازنة الاتحادية لعام لأعوام 23 24 25 قد جعلت كافة الإيرادات نفطية كانت أو غير نفطية هي بيد الحكومة الاتحادية، لكن اكو مسألة يسموها يعني شلون الآلية الميكانيزم. أنطيك مثال يعني مثال حتى المشاهد وجنابكم، فمثلا موضوع التخصيصات المالية، يعني قانون الموازنة ذكر أي منفذ حدودي بري كان جوي كان بحري كان 50% هذه التخصيصات يعود ليخصص للمحافظة. أوكي، أقليم كردستان بموجب الدستور هو أقليم دستوري، مادة واحد ومادة 114 و110 و111 و115 و121 فقرة 3 وإلى آخره. زين هذه المواد طبعا حتى الأستاذ حتى قال المركز، يعني ولا أحد لا بالحكومة ولا بالبرلمان أصلا يذكرون أن حكومة اتحادية فدرالية، فقط الكرد يذكرون لأن ماكو يعني ماكو تقبل لتطبيق النظام الاتحادي الفدرالي. وعلى على طبعا على للتذكير هذا الاقليم جاء على انهار تضحيات انهار من الدماء. لا يعني لا 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 ست نجيبه، لا لا حضرتك بس اسمحي لي، يعني انت تبدين تجرين الى محور غير محور حلقه اليوم. صحيح صحيح الكل ضحى، ست نجيبه لو سمحتي لي، ست نجيبه لو سمحتي لي، الموضوع تبدين تجريني لمساحه تضحيات الاقليم وهاي مصير لو سمحتي. أرد أسألك بصراحة، أرد أسألك بصراحة، اليوم الإقليم ليس ملتزما قبل 2015 طبعا، ومن صار يعني هبوط النفط والدواعش طبعا تم وضع ست نجيبة سيطرات. ليش ست نجيبة من فضلك من فضل ست نجيبة بين كركوك وبين بغداد. زين أنت تحدثتي عن المنافذ الحدودية ست نجيبة، والله بدك تعطيني مجال أحكي ست نجيبة لو سمحتي، تتحدثين عن المنافذ الحدودية وتقولين بها للمحافظات، إيه هاي المنافذ الرسمية مو المنافذ اللي فاتحها اقليم كردستان وهي غير رسميه وخارج سلطه القانون. نتحدث عن الرسميه، نتحدث عن الرسميه. شوفي حبيبتي المنافذ الرسميه المذكوره في الموازنه موازنات الدوله والرسميه طبعا هي طبعا تتجاوز نستطيع ان نقول 35 منفذ. يعني هذا 35 منفذ يعني كلها بدرايه الحكومه الاتحاديه، هذا من جانب اخر. هذه يعني كل منافذ الإقليم رسمية التي كانت تدخل بغداد والمحافظات الأخرى كانت هناك سيطرة جمركية موضوعة بين يعني قريبة من جبل حمرين، وكان هناك يعني جباية أخرى من رسوم الجمارك، فهذا أشد أثرت على اقتصاد أقليم كردستان كثيرا. حيث هاي كل المنافذ الحدودية في الإقليم رسمية ست نجيبة حتى أفهم هاي النقطة، كانت تروح على إيران ومن إيران طبعا إلى شرق محافظة ميسان ست نجيبة. لأنها كانت أرخص. الله يخليك بس تسمعي من عندي، كل المنافذ أرخص. الحدودية رسمية في إقليم كردستان أرخص. نعم نعم، فحكومة أقليم كردستان اقتصاديا تضررت زين كثيرا طوال السنوات. إذن كل المنافذ الرسمية كل المنافذ الرسمية في أقليم كردستان، معركة ضد الدواعش، الحرب ضد داعش، النازحين. اسمحي لي أن أنتقل لضيفي أقليم كردستان. يعني يعني تفهم وقع أقليم كردستان زين. طيب ست نجيبة لو سمحتي لي، نستطيع أن نقول جاء متأخرا، جاء الآن أي بس أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي. اسمحي لي فقط أن أحاور ضيفي ست نجيبة. كل الأمور نعم أستاذ مصطفى، ما أدري إحنا بدنا نحكي بعام 2023 لو هسه عام 2024، ست نجيبة يعني تيهت علي والله الأمور، وكأنما كل ما أتحدث تقول لا هذا في عام 2023 كل شيء انتهى، هذا الماضي وهذا والمنافذ طلعت كلها رسمية، شنو تعليقك؟ لا يا رسمية، المنافذ الرسمية أعتقد عندهم 5 إلى 6 وغير رسمية أكثر من 21 منفذ. كنا عندنا سيطرة اسمها سيطرة الصفرة، سيطرة فاسدة. تسوي إعادة قمرقة للبضاعة تجي وتفحصها. طبعاً اللي قمرقوه يحطوا بجيبهم كانوا. فالحكومة ألغتها. يعني ألغت هذا الموضوع. هسه حقيقة أنا مع إعادتها بكاميرات، بسكودا، يعني بنموذج آخر يعني. الإقليمي قمرق ويدخل بضاعة، احنا نرجع نفحص ورا، ماكو شيء من حقنا هذا الموقف، يعني ما عاد السيطرة مثل الصفرة، لكن بدون فساد، بدون فساد، لأن حقيقة يعني احنا ما نطالب بفساد يرجع، هذا مستحيل.
هذا من ناحية، من ناحية لا أخرى. لا لا خلنا نرجع للناحية الأولى، شنو كان يصير بسيطرة الصفرة؟ تجي البضائع زين، أكو بضائع ممنوعة مفروض ما يطببوها، كردستان يطببها علينا. مثل شنو؟ يعني احنا عندنا رزنامة، رزنامة زراعية، رزنامة صناعية، رزنامة استيرادات، هاي الرزنامة يوقفون الاستيراد الدولة على ما تسمح للمنتج المحلي، تسمح للمزارع، هم شو يسوون؟ يدخلوها. يدخلوها. زين، تجي سيطرة الصفرة اللي أفسد كانت من الوضعية هاي، هم ترجع تدخلها بس هم تاخذ عليها شنو؟ فلوس. وكثير من الأمور، الحكومة شافت هذا الموضوع حقيقة يعني بيزدراء ونوع من المجاملة شالوها. زين، هذا الموضوع أثبت خطأه. اليوم احنا حقيقة من شالوها توقفت العمليات زادت. لا زادت بالعكس زادت، صارت اليوم اي واحد تفرض ضريبة تفرض جمرك سوى اي شيء يروح يوديها. يعني ما اعتقد كان مدروس الموقف، هسه احنا ما اعادتها لكن اعادتها بدون فساد، واعادتها بشكل نظامي، كاميرات فد نظام السكودا، تدقيق منفذ كردستان يدخل بضاعة على راسي. من يجي يدخل بضاعة نرجع ندقق وراه. هاي حالة. حالة ثانية والله والله احنا حقيقة انا اعتقد احنا بصراحة اتكلم، ماكو احد في اليوم انا قعدت ويا احد مهما كان قال انا ضد كردستان او شيء مثل ما البعض يحاول يصور. ليش متحسسين؟ هم يقولون لا لا هم يقولون رواتب الموظفين جاية تستخدم ورقة ضغط قبيل الانتخابات في اقليم كردستان. ست فرح هذا اتهام، هو دائما المركز يطرح الموضوع ويطرح حله وياه. حقيقة ما اعتقد يعني انه الشعب كردستان، اكو البعض من يحاول انه ياخذ الموضوع الى حقول اخرى. يابا سلام عليكم السلام، هذا النفط مالتكم بده تصدروه منا هذا غير رسمي، هسه اني ما هذا بمشكله تعال حلها. هي الموضوع يروح لغير اتجاهات. لا والله احنا هذا حتى الموضوع لا يروح لغير اتجاهات، هو يقول احنا هذا كل شيء انتهى في 2023. لا 2023 بدا نقاش. ليش المشكله مستمره حتى هذه لا اللحظة. 2023 انا اتفق بجزئيه انه بدا نقاش مجدي. يعني مثلا احنا شهر مثلا الدوله استلمت شهر الواحد وشهر الثاني استلمت ايرادات غير نفطيه، هذه اول مره يعني الاقليم سلم ايرادات غير نفطيه، اعتقد شهر الواحد والثاني فقط. جيد هذا الموقف، فبالنتيجه انا اعتقد انه احنا بدينا بالحل، الدوله نعم بدت بالحل. يحتاج الموقف الى شنو؟ يحتاج ان نتعامل ويا الموقف باحقيه. يعني اليوم مثلا من تجي تقول كردستان انت كل حكيك صح اخذت تريده، ليش هو شنو يهب الامير ما لا يملك؟ هذا اموال شعب، احنا اليوم عندنا 10 مليون تحت خط الفقر. صارت سابقا؟ ما تصير هي بشكل مباشر، تصير تحت الضغوط. طبعا ما تصير تحت الضغوط. طبعا ما تصير بس بغير طريقه صارت؟ ما عندي معلومه. زين، الزياره مجديه لو ما مجديه؟ مجديه طبعا. مجديه ويا ريت تستمر الزيارات، يا ريت اكو يصير في التنسيق مستمر حتى نحل المشاكل. كردستان اذا اموره عدله وطيبه امورنا عدله. احنا امورنا عدله، ما نقبل كردستان اموره مو عدله. هاي وحده. اثنين، احنا ما نطلب من عندهم مثلا لا سامح الله يخسرون او يجوعون او شيء، نطلب يشاركون اخوانهم. وضحت. احنا نمنع زراعه معينه على ما يصير عندنا منتج بالوسط. زين، خلي يمنع هاي الزراعه احنا نصدر له. وضحت. مثل ما نستورد من عنده. بالنتيجه هم جزء من عندنا يعني، فاحنا هاي نظريتنا. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش، حياك الله. شكرا على كل ما تفضلت به. عضو اللجنه الماليه النيابيه السابقه نجيب حياك الله، شكرا جزيلا ستي الكريمه. والله انتهى وقتي. اي انتهى وقتي ست نجيبه، لذلك انا اعتذر منك كل الاعتذار، شكرا جزيلا على ما تفضلتي به. ملفنا الثاني راح يكون عن التأييد الشعبي لتعديل قانون الاحوال الشخصيه وسط المعارضات والتدخلات الخارجيه، راح نفتحه وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. بعد إنهاء البرلمان القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، خرجت كتلة من الرافضين للوقوف بوجه التعديلات ومنعها على خلفية عاصفة من المظاهرات والانتقادات مدعومة خارجيا، لترتفع بالوقت ذاته أصوات المواطنين لمطالبة السلطة التشريعية بالإسراع والموافقة على تعديل القانون للحد من العنف الأسري وحماية الطفل والنساء وتقليل نسبة الطلاق. لاحظنا في القراءة الثانية هناك تجاذبات سياسية وهناك معارضات من قبل السفارات الأجنبية، وهذا ليس من حق السفارات وليس من حق أي دولة أن تتدخل، ونحن نطالب وبشدة كون هناك
آلاف وربما ملايين من العوائل قد تضررت نتيجة القانون الصدامي البحثي القديم، وبالذات الفقرة أو المادة 57 السيئة الصيت، هذه المادة التي حرمت الرجل وقهرت الرجل بأطفاله، وبالتالي وفق هذه المادة يصبح الرجل مجرد مصرف جيب للمطلقة. كل احنا نطالب بهذا الموضوع بخصوص تشريع القانون. مثل ما يعرف الجميع أنه هذا القانون تعطيله وتأخيره هو بظلم وب يعني تعسف بالنسبة للرجل. مختصون في الشأن القانوني العراق يكسر حاجز 300 حالة طلاق يوميا بسبب القانون النافذ الذي أعطى كافة الصلاحية والحقوق للمرأة وأصبح تجارة مربحة على حساب الرجل، مؤكدين التعديل الجديد لا يسلب حقوق المرأة وإنما إنصاف للطرفين خصوصا بحق حضانة الأطفال. نسبة الطلاق ازدادت في المحاكم، وهذه إحصائية موجودة في المحاكم نسبة الطلاق، لأنه المرأة أصبحت الآن هي المسيطرة على هذا الوضع، والرجل أصبح هو الأسير أو الضعيف أمام هذا القانون. فلهذا نقول بأنه الرجل يجب أن يكون هو القوام على النساء، ولهذا نحن لا نظلم المرأة ولا نظلم الرجل، ونعطي حقوق للطفل. فهذا القانون هو يكون موازنة للرجل والمرأة والطفل. مظلومية للرجل نقول 90% وأقطع 10 للمرأة، لأن حقيقة هذا القانون قاعد يشجع المرأة على النوع، صار مثل التجارة، أنت روح شاهد التنفيذ يعني بس مادة، يعني هذا اللي يأخذون منه 500، هذا 600، هذا 700، وشوف أنه بالطامة الكبرى يريد يشوف ابنه يريد يشوفه، أو ساعة أو نص ساعة يسجلون عليه دعوة خطف. ترى الأوساط الشعبية أن القانون الحالي الذي أصيغ في منتصف القرن الماضي جعل الرجل ضحية مجردا من أي حقوق، مطالبين تحقيق التعديلات المطلوبة التي تنصف جميع فئات المجتمع العراقي. من العاصمة بغداد، شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا سالي راح يكون مع الباحث الإسلامي سماحة الشيخ نور السعدي، حياك الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالخبير القانوني الدكتور محمد حنون، حياك الله أستاذ محمد. نعم سماحة الشيخ، صورة في بغداد لناس مؤيدة وداعمة لهذا القانون، لكن بالمقابل نشوف فاشينستات، بلوغرات، محاميات، برامج ساخرة جدا تنتقد هذا القانون. أتعرف لماذا هذه الصورتين المختلفتين من وجهة نظرك، شلون تقرأها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا شاع في الأوساط منذ شهرين تقريبا التجاذب حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، وأنا شخصيا ألاحظ تغير كبير في مواقف الكثير ممن كان يعارض بدون الاطلاع أو بدون شرح بعض الأمور، أو أنه يستقي معلوماته من الفيسبوك أو من المواقع ومن غير المختصين. لذلك اليوم مجرد اللقاء مع المختص أو لقاء مع طالب العلم لشرح بعض الأمور الموجودة في الفقه الجعفري قد يغير وجهة النظر لمن يعترض، لأننا يفترض أن نقول في زيارتنا أنا سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، يعني يفترض أن الإسلام والمسلم يعني ثنائية لا تنفك، يعني التسليم بما جاء به الإسلام هو من قبل المسلم، أنه يثق بأن كل الأحكام هي لصالح الإنسان ولصالح الأسرة ولصالح المجتمع. لكن للأسف الشديد لاحظنا هناك ازدواجية في بعض التفكير، أنه مسلم ويناقش في قضايا يعني يقول فيها أنه لا يعتقد أو لا يؤمن أو لا يقبل، وهذا نوع من الضوضاء بالفكر، هذا يحتاج نوع من الشرح. بس حضرتك أنت تقول هسه وهم بدأوا الناس يقتنعون، وتظهرنا بعض البرامج وبعض البثوث المباشرة لبعض الأشخاص جايين يخربون كل ما يوضح تعديل هذا القانون. طبعا اليوم من خارج العراق بأفكار بألفاظ بذيئة، بانتقاص من المذهب الجعفري، باستضافات لبعض المحاميات، والضحك والتقليد والتصنيف والتقليل من المقابل، هذا كل أقدر أسميه في حرية التعبير. اليوم أكو إساءة لرموز دينية، لا طبعا اليوم أكو إساءة للمذهب. شوف أنا اليوم من أريد أقيم
وارى مثلا الضدين، اشوف يعني فيما يلتقون، يعني وين نقطه الاشتراك وهنا اين نقطه الاشتراك. هنا نقطه الاشتراك التقوى والدين واتباع الهدايه والصلاه والالتزام وكل ما هو من شان المراه المحجبه الملتزمه، المراه المطيعه، المراه المثقفه الواعيه الرزنه. في حين في المقابل، وهذا انا اعتبره حقيقه فائده عظيمه، لانه كشف، يعني اليوم احنا من نريد نقدم نموذج، نقول يابا نموذج العلمانيه في النقاش، او نموذج لبعض من يدعون الثقافه في النقاش، وتطلع وحده تصيح تستخدم الفاظ نابيه، خب هذا الدليل يعني شوف المجتمع تفضل هذا. وبالمقابل اعرض شخصيتي اللي انا اريد اقدمها في تقديم الدليل، وللمشاهد ان يختار، يعني خلي يشوف هؤلاء اين يلتقون، والروايه تقول انظر سهام الاعداء اين تتجه. تكشفت الوجوه بعد موضوع تعديل القانون حقيقه، يعني انا اعتبره من الامور يعني التي يعني نفعت حقيقه، نفعت المذهب، نفعت الاسلام، انه كشفت مدى زيف الادعاءات. يعني يابا احنا ما نريد الرجعيه وما نريد التطرف وما نريد اليوم هذا التسلط، في حين يطلع هو رجعي ومتسلط والفاضه، يعني لاكو ثقافه، لاكو كلمه منسقه، كلمتين. انت اليوم خلينا نشوف هاي المقالات اللي تنكتب الفاظ نابيه عباره عن تجاوزات على الاعراض وعلى، في حين هذا مو كان اتهام، الله سبحانه وتعالى قال فضلوا هذا النموذج. واللي يقدر اليوم يشوف، اللي يشوف هذول اللي يدعون هم المثقفين، بعضهم طبعا عفوا احنا ما نعمم، مثقف الواعي محترم جدا ومنصف، لكن هذا اللي يدعي مو ربيب الثقافة أو يدعي أنه هو اليوم يتبع الثقافة، أسألك بصراحة، فجأة الفاضل برامج وشخصيات جاي تظهر بالتيفي وتتحدث وتطعن بكل المعتقدات الجعفرية على وجه التحديد. أنا سؤالي لك، شنو راح يستفيدوا؟ لماذا كل هذه الأموال تصرف بهذا الاتجاه؟ يعني انا ما اريد يعني اقول الاشياء اللي مثلا هم يقول لك هذا كلام مستهلك، لكن انا اقول اليوم من الامور المحزنه ان تدافع عن الاسلام في بلد المسلمين. يعني اليوم هذا واقع حال سمعت الشيخ، المفروض اليوم الناس من انت في بلد يعني بلد مسلمين، هسه مو اغلبيه مثلا اليوم مو هو النظام الحاكم، بس على الاقل هو بلد للمسلمين، تدافع عن احكام الاسلام في بلد المسلمين ويعترض عليها مسلم، اي هاي منو يتحملها؟ يعني هذا انا اشوفه، انا اشوفه من وجهه نظري فائده حقيقه. احنا اليوم يعني مثل اللي اجى انسان سوالنا استبيان مجاني، سوالنا فرد اطلاع مجاني، يعني حقيقه شيء مفيد جدا. زين استاذ محمد حياك الله من جديد، ردت اسالك التجاوز الفاضح من قبل بعض البلوجرات الفاشينيستات المحاميات على وسائل التواصل الاجتماعي، قانونيا يعني ماذا تعتبر في اي خانه ممكن ان نعنون ما يجري؟ برامج ساخره تطعن بالمذهبين الجعفري والسني، كل هذا يعني ما الذي نستطيع ان نفهمه؟ في البدء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحيه لكم ولضيفكم الكريم وايضا لمشاهديكم الاكارم. حقيقه الموضوع تعزيل قانون الاحوال الشخصيه هو من الموضوعات الحساسه والموضوعات المهمه في المجتمع العراقي، وهذا الحديث الذي جرى خلال الفتره الماضيه ويجري الان وقد يجري ايضا في المستقبل يدل على اهميه هذا الموضوع. في بلدنا العراق طبعا من الناحية القانونية أنا أتحدث، إذا حصلت هناك خلافات أو اختلافات في وجهات النظر بين قوى المجتمع، بين طوائف المجتمع، فإن المرجع الأساسي هو الدستور العراقي الذي تم كتابته من قبل جمعية منتخبة وتم الاستفتاء عليه وحصل على نسبة تزيد على 70%. فالدستور العراقي ونصوص الدستور العراقي هي المحكم في هذه الخلافات.
إذا رجعنا إلى الدستور العراقي حقيقة، وأنا أتحدث من جانب قانوني أيضا، أعتقد هناك ثلاثة نصوص دستورية تتعلق بموضوع تعديل القانون الأحوال الشخصية النافذة. النص الأول هو نص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب. هذا النص الدستوري يعكس حقيقة واقعة للمجتمع العراقي. أستاذ دكتور متعدد القوميات، نعم. البعض يقول نعم. أن الداعمين لقانون تعديل الأحوال الشخصية يريد العراق يصير دولة إسلامية، وهذا يتعارض مع مصطلح متعدد القوميات. كيف تقرأ نعم. هذا الموضوع قانونيا؟ أعود إلى الدستور أختي العزيزة، وأنا أتحدث من الجانب القانوني وأقول أن هذا الدستور عندما تم وضعه قام على أساس معيارين أساسيين، وهو يرجع في تشريع أي قانون إلى نص المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور حددت طبيعة القوانين التي يجب أن تشرع. يجب أن تشرع القوانين على أساس معيارين أساسيين. المعيار الأول وهو أنه ألف في المادة الثانية لا يجوز سن قانون يتعارض مع ضوابط أحكام الإسلام. فإذا لا يجوز سن قانون يتعارض مع ضوابط أحكام الإسلام. لكن ما نتمسك إحنا بهذا المحدد فقط ونقول أنه يجب أنه يشرع القوانين بما لا يتعارض مع ضوابط الإسلام فقط، لأن عندنا محدد آخر أختي العزيزة في الدستور، وهو أنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. فطبيعة الدستور العراقي ليس دستورا إسلاميا صرفا وليس دستورا علمانيا. وضحت الفكرة دكتور. زين وضحت الفكرة. إذا نعم. هو ليس دستورا إسلاميا. البعض يقول أن هذا نعم. التعديل يريد يسوي جمهورية العراق الإسلامية، وهم اعترافهم على هذه. هل بالفعل هذا التعديل سيجعل العراق دولة إسلامية؟ طبعا للمتأمل للمشهد يشوف أن تعديل فقرتين في قانون الأحوال ماذا فعل بالأعداء من ضوضاء ومن الأعداء اللي يريد يغير له فقرة بالدستور حتى يسمح، ايش راح يسوون مثلا؟ فجرون العراق مثلا؟ هذا أولا. أتمم على كلام الدكتور، حقيقة كلام قانوني يسعفنا في الجواب. نعم. أن القانون في العراق لا يسمح بهذا الخوف، يعني ما 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 إلى مبرر بالقانون. يعني احنا ما عندنا اليوم بالقانون فقرة للمرشد الأعلى وفقرة للمجلس الخبراء وفقرة لأن تدار الدولة، ما عندنا هيك بالدستور. زين أنا شلون أسوي دولة إسلامية بها طريقة؟ يعني غير أغير الدستور كله أن يكون به فقرات جديدة؟ وهذا ما أتصور يعني من الأمور المتمكنة يعني بالقريب. زين لما هو ماكو ليش كل هذا الضغط؟ ليش كل هذا الدين؟ لأن هو محاولة، وأنا اليوم أشوفها العدو استثمرها استثمار إعلامي رائع، وللأسف الشديد استثمارنا كان يعني ربما بجمهورنا المحدود، لكن هم سوقوا الموضوع أن هذا مثلا عودة لاستعباد المرأة، شيء ما له وجود نهائيا، ما له أي وجود. الإسلام هم جلبة وبنقطة الإسلام حرر الإسلام الزواج الطفلة بالتسع سنوات وموضوع آخر أنا ما أريد أذكره. على هو أنا أقول هذا اللي أقول هذا اللي نجح به الإعلام، اللي هو أصلا ما إلى أي وجود، يعني ما إلى أي وجود أصلا ولا إلى أي تطبيق. هذا نجح بأن يسوق أن هذا الموضوع هو لتحويل العراق إلى دولة إسلامية، وراح يخلينا إحنا بعمايمنا شو نصيح شو نقول يابا؟ إحنا قاعدين يابا ماكو، في حين هو أملنا ما أنتم متهمين رجال الدين، أنتم متهمين بأنكم تريدون إبعاد القانون وفرض سطوتكم. هذا ما يسوق، هذا ما له وجود. اليوم إحنا مثلا بالتعديل، وهذا الكلام نقلا عن المشرع ونقلا عن القضاء الأعلى اللي بالعراق، نعم. مجلس القضاء الأعلى، يعني مو كلام اعتباطا، أنه اليوم لا سلطة القاضي سوف تزال. يعني اليوم بالتعديل ماكو واحد راح يسحب، نعم. سلطة القاضي ويخلي شيء ثاني، ماكو. قوانين سوف تكتب ليطبقها نفس القضاة ونفس المحاكم، فكيف يتم سحب السلطة؟ شلون؟ أرسلك بصراحة، لماذا يريد لنساء العراق أن يكون مسترجلات؟
يعني أنا ما أقصد طبعا الجميع، لكن دائما الضغط، لا خلي صوتك أعلى بالبيت، الرجل ما يتحكم بيك، الحضانة من حقك. لماذا للأسف بعض النماذج اللي شاهدها بالتي في لا حياء، لا عفة، صوت عالي، استخدام كلمات نابية، وحتى بالمصطلحات الفقهية، وكأنما يتلذذون بشرح هذا بشكل خاطئ للمتلقي. طبعا هذا أنا أشوفه من الشخصيات يعني أحبطت في حياتها الشخصية، الشخصيات التي أحبطت خصوصا بعض الشخصيات النسائية إجت أخذت حريتها بالبثوث. فهذا تدرين اليوم للأسف الشديد المنحرف يتمنى، الناس كلهم منحرفون. وأكو قصة عن مدينة بها يعني جميع المدينة عميان، مع اعتراف مع احترامنا للي فقد عينيه، جاهم واحد في يوم من الأيام مبصر فاعتبروه شاذ. اليوم الإنسان اللي ينحرف أو سلوكه ينحرف يكون شيء مؤذي إلى رؤية الشريف. لكن هذولا كلمتهم عالية بالمجتمع، وهذا لما هي جاية تفتح بث، ولما هو جاي يقدم برنامج ساخر وآلاف الناس قاعدين قباله يتمضحكون، أنا شو أقدر أفهم هذه سماحتك؟ مو إحنا اليوم من نريد نشوف كم واحد يعني يقدر يدرس الكيمياء أو الفيزياء النووية، كم واحد هذول نادرين. بس القضية السهلة الناس تنجذب، يعني شيء يضحك يعني، وهو اليوم تيك توك يستهوي وسهل المؤونة، ما يريد لأعمال عقل للفهم. أنا أشوف اليوم بالمناسبة هو اليوم يعني شيء عالمي، مو بس بالعراق، عالمياً اتباع أجلكم الله للتفاهة موجود عالمياً. يعني اليوم اللي يريد يشوف أعلى مشاهدة بالعالم يلقاها ترى عبارة عن قضية تافهة جداً، يعني وهي جايبة كذا 60-70 مليار مشاهدة، وهي قضية ما لها أساس. في حين مثلاً خل ندخل إلى التقارير النافعة اللي تتحدث مثلاً عن المعادن وعن جوف الأرض وعن استثمار الأرض وعن تغير مثلاً تغير الوظائف. يعني إحنا اليوم عندنا تحذير منين إنه الوظائف راح تختفي، أكو وظائف جديدة المفروض مثلاً غير نهيئ أولادنا لدراسة الوظائف التي سوف تأتي، مو نصرف مثلاً جامعاتنا على وظائف سوف تنقرض في القريب العاجل. هذا من يتابعه وهذا من يتابعه؟ الدراسة هالسخوب هاي راد لها دراسة على مستوى الدكتوراه، يعني راد لها أطروحة حتى يتم تشخيص أنه لماذا اليوم فانشيستا مثلاً أو إنسان الفانشيستا طبعاً هي المفروض بالأساس هي اللي تستعرض الملابس، يعني زين يعني مو مثل بس هسه أكو صار عن بلوجرات ومؤثرات يعني حتى البلوجر هم إلى تفسير مو مثل اللي يعرض. إحنا بالمناسبة حتى المصطلحات تطبيقها عندنا هم بتشويش وبمشكلة. شلون تعرف الفاشينيستا والبلوجر والمحامية؟ يعني هسه خب التعبير مال الفانشيستا والبلوجرات هذا كل واحدة لها فرد وظيفة هي تأديها كإعلانات. أنت من وجهة نظرك اليوم هسه فاشينيستا تتحدث بموضوع تعديل القانون، محامية تتحدث بموضوع ويستضيفوها في برامج، من وجهة نظرك وباختصار حتى أنا أقول وجهة نظري مثل أن يسأل طالب بالروضة عن نظرية أينشتاين، فهو راح يتحدث بمبلغ علمه والموضوع مو مهم تماما. ولا طيب دكتور محمد تتوقع راح يمرر القانون لو لا؟ لأنه هو أجل إلى إشعار آخر باختصار لو سمحت. طبعا بالنسبة لما يحصل في الواقع أنه هناك من يؤيد هذه التعديلات وهناك من يعارض هذه التعديلات، أنا أنظر للموضوع وكأنه حقيقة يظهر بشكل كأنه صراع بين الرجال والنساء. يعني نشوف أغلب النساء تعارض هذا القانون وأغلب الرجال يعني يؤيدون هذا التعديل، لكن الواقع يجب أن ننظر للموضوع ليس بهذه النظرة يعني الضيقة. الواقع أنه يوجد مثلا حاليا قانون، هذا القانون خلي يعني نقول أنه منحاز قليلا أو كثيرا إلى المرأة، هذا القانون غير موافق لمبادئ. إذا رح يمرر لو ما رح يمرر دكتور؟ نعم رح يمرر أو ما رح يمرر؟ أنا أدعو إلى وضع مدونة حسب ما نص عليه الدستور في المادة 41. طيب. أنه توضع مدونة للفقه الجعفري وأيضا مدونة إذا للفقه السني. وضحت الفكرة تماما. يجب هذه ولكن يجب هذه المدونة أن تأخذ بالنظر الاعتبار أن تطورات الحاصلة في المجتمع، أن تأخذ جميع ملاحظات ومخاوف مثلا. وضحت الفكرة، شكرا جزيلا. النقابات المحامية. نعم. لجان النساء، لجان برلمانية، يعني ما تكون مدونة جامدة وإنما تؤخذ من المخاوف
وضحت الفكرة. شكرا جزيلا الخبير القانوني الدكتور محمد حنون، حياك الله. شكرا جزيلا على كل ما تفضلت بالبحث الإسلامي سماحة الشيخ نور السعدي، حياك الله ووفقكم الله لكل خير إن شاء الله. شكرا جزيلا. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. الشيخ همام حمود يدعو لمؤتمر وطني يضم الجهات الحكومية والقوى الوطنية لبلورة شراكة وطنية لمحو الأمة. السوداني يدعو القوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية والوقوف صفا واحدا خلف الحكومة لإكمال برنامجها الخدمي. المجلس الأعلى للشباب يعلن إطلاق استمارة التقديم لنوادي الروبوت والذكاء الاصطناعي. النزاهة تعلن صدور حكم بالحبس الشديد لمدير فرع المصرف الزراعي الأسبق في ميسان لصرفه قروضا خلافا للتعليمات. خلية الإعلام الأمني تعلن نصب جسر عائم لغرض تأمين عبور العجلات وزائري الإمامين العسكريين عليهم السلام في سامراء. الحصاد لهذا اليوم انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.